أنا هسأل الأول أستاذ محمد عزام، هل الرقائق الإلكترونية هي البترول الجديد في مجال التكنولوجيا أمام العالم؟ هل هي دي الثروة اللي سوف يتنافس عليها القوى العالمية؟ ده بدون شك. بدون شك. هذه الصناعة حوالي 500 مليار دولار في السنة، وإنما هي مسؤولة عن 100 تريليون دولار حجم الناتج القومي العالمي. مفيش صناعة في الدنيا، مفيش قطاع اقتصادي في الدنيا إلا صناعة الإلكترونيات جزء مكون رئيسي فيه. حلو. وبالتالي لو بصينا حتى على الشكل العالمي في هذا الاتجاه هنلاقي إن 70% من الإنتاج العالمي بيجي من شرق آسيا، بيجي من الصين ومن تايوان، كوريا، اليابان، فيتنام، برضو من الدول الواعدة جدا في هذا القطاع، في حين إن الإنتاج الأمريكي في حدود 10%، والسوق الأمريكي 50% من السوق العالمي. فأصبح النهاردة بقى في خلل في التوازن في هذه الصناعة المهمة جدا، وهي صناعة أي أزمة فيها بتسبب أزمات كبيرة جدا في صناعات أخرى. طبعا في أكتوبر 2021 كان حصل مشكلة كبيرة جدا في مصنعين، واحد في تكساس تعرض لعاصفة كبيرة جدا أدت إلى خروجه من الإنتاج، وكان في مصنع برضه في اليابان نتيجة حريق كبير أدى إلى خروجه من الإنتاج. الموضوع ده هدي مثال لحضرتك فقط في صناعة السيارات وتأثيره. نتيجة عدم توفر الرقائق الإلكترونية صناعة السيارات لم تعد قادرة على إنتاج 7.7 مليون سيارة، يعني خسائر 220 مليار دولار، عشان بس نتخيل حجم هذه الصناعة. ده طبعا الطلب المتزايد اللي حصل بعد كورونا، والناس قعدت في البيوت نتيجة الإغلاق، وأزود كمان من الضغط على هذه الصناعة، لأن أصبحنا محتاجين كمبيوترز جديدة، محتاجين تابلتس جديدة، محتاجين تليفونات جديدة للناس عشان تشتغل عن بعد أو تتعلم عن بعد. فبالتالي الشركات بدأت تخزن كمان هذه النوعية من التشيبس أو الرقائق الإلكترونية علشان تقدر توفي الطلب المتزايد. فهي صناعة ديناميكية جدا واستثماراتها ضخمة جدا، وبالتالي هي داخلة في كل حاجة تقريبا، من أول ما نستخدمه في إيدنا لحد أدخن صاروخ في العالم بلا استثناء. طيب.